على الصعيد السياسي، أصدر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية اللبنانية بيانا رفض فيه ما وصفها بالذرائع التي ساقها رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري لطلب تأجيل الاستشارات النيابية الخاصة بتشكيل حكومة جديدة. وبدوره أصدر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بيانا حذر فيه من وقوع ما وصفها بالمخالفات الدستورية في مشاورات تكليف رئيس جديد للوزراء. تنضم معنا من بيروت مراسلتنا جويس الحاج خوري. جويس، ما هي تفاصيل الاتهامات المتبادلة بين رئاسة الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وكذلك ميدانيا كيف تبدو الأوضاع في لبنان بعد اشتباكات الليلة الماضية بين مناصري حركة أمل وحزب الله والمتظاهرين؟ ماجد، دعني أبدأ بالوضع الميداني. نحن الآن في وسط العاصمة عند المدخل المؤدي إلى ساحة الشهداء. الحركة خلفي طبيعية، عادت الأمور إلى ما كانت عليه في الأيام الماضية بعد هذه الليلة الطويلة من العنف والتخريب التي شهدتها العاصمة. خلفي إحدى السيارات المتضررة جراء أعمال العنف التي قام المحتجون بإضرام النار فيها. أكثر من سيارة تمكنا من معاينتها في هذه المنطقة، 4 سيارات تم إحراقهم بالكامل في هذه المنطقة خلال المواجهات. أيضا صباحا كانت الشوارع الرئيسة للعاصمة شبيهة بأراضي معركة، الأحجار التي تم رشقها وبقايا القنابل المسيلة للدموع التي استخدمتها قوات الأمن أيضا كانت لا تزال هنا. يمكننا الآن رؤية السيارات المتضررة. عدد من هذه السيارات التي تم إحراقها كانت مركونة في مواقف خاصة، وبالتالي دخل إليها المحتجون وأضرموا النيران فيها. في هذا الوقت يسود الهدوء كما ذكرنا. هذا على الصعيد الميداني. على الصعيد السياسي، التبادل لهذه البيانات أو حملة البيانات جاءت على خلفية اعتبار الرئيس سعد الحريري بأنه بين مزدوجين، حصل نوع من الخيانة له بداية من التيار الوطني الحر ومن ثم من القوات اللبنانية عندما رفض أكبر حزبين سياسيين مسيحيين إذا جاز التعبير تسميته ليتولى تأليف الحكومة الجديدة. وهو اعتبر أيضا أن الشروط التي توضع لتأليف حكومة قبل التكليف أيضا مخالف للدستور. عمليا كان لافت أيضا البيان أو الموقف الذي أصدره التيار الوطني الحر بأنه دعا رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري إلى تسمية شخصية أخرى لتكون هي من تؤلف هذه الحكومة. وبالتالي فيما يتعلق بموضوع التكليف والتأليف يبدو أن الأمور ليست لا تسير بالاتجاه الإيجابي، وإنما هناك عقد كثيرة. يوم غد سيكون اليوم المفصلي في على الصعيد السياسي، خصوصا في ظل كلام عن أن رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري قد يعتذر في حال لم يتمكن من الحصول على ما يسمى غطاء مسيحي ميثاقي يؤمن له عدد من الأصوات الكافية من قبل النواب المسيحيين ليكون مكلف بتأليف هذه الحكومة. هذه هي الصورة صباح اليوم من بيروت. ماجد، شكرا لك مراسلتنا جويس الحاج خوري، كنت معنا من بيروت.